هذا الصيف بيختلف عن السنوات السابقة لأنه في تحذير أنه ممكن تصير قبة حرارية توصل درجات الحرارة لفوق 45 درجة مئوية. نحن بمناطق الشهباء المهاجرين اللي جايين على مناطق الشهباء عايشين بخيام ما في شيء بيحميهم من درجات الحرارة العالية، في حصار مفروض على المنطقة، ساعات تشغيل الكهرباء كتير قليلة، الناس كتير عم تتعرض لضربات الشمس، يعني لسه الحرارة ما وصلت لهالمواصيل، فعنا كتير عالم عم تيجي عنا بحالات صداع شديد، بحالات وهن، بحالات غثيان نتيجة تعرض للحرارة. نحن كهلال، فريق هلال بمناطق الشهباء الموجودين ضمن المخيمات، بنحاول نوعي العالم، نوجههم انه ما يطلعوا بساعات الظهيرة برات البيت، يشربوا مي قد ما فيهم، يحموا حالهم من أشعة الشمس، اذا اي حدا طلع عليه هذا العارض او حس بهالاشياء يقعد تحت فيانة تحت شجرة، يجي لعنا على النقطة نحن بنديره. يعني نتيجة ارتفاع الحرارة فممكن نواجه شغلات تانية، النازح اللي جاي يساكن بمخيم ممكن يعاني من شغلات تانية مثل لدغات العقارب، العقارب تطلع من جحورة، الثعابين، بنحاول قدر الإمكان نوقف معهم، بس نحن بنعاني من نقص الإمكانيات المتوفرة عنا، نقص الأدوية. قلت لك أهم شيء بهذا الوضع الكهرباء، توفر المياه بشكل دائم، الكهرباء ممكن نتيجة ارتفاع الحرارة يصير في تسممات، طريق شروطه وحفظ الأغذية هون كتير كتير، يعني في صعوبة للعالم تقدر تحفظ أغذيتها بشكل منيح، ولأنه نتيجة انعدام الكهرباء والبرادات مو متوفرة، يعني ما بتشتغل حتى إذا موجودة فما بتشتغل. جانا فصل الصيف وبتعرفوا انه الدنيا شوب، عنا مرضى، عنا معاقين، عنا اطفال صغار، يعني كل ما عم بيروح عم بيصير احر الشوب اكثر من قبل. وضع المخيم صعب، يعني في معاناة، في صعوبات، المخيم كله نايلون، يعني لا سمح الله اذا صار اكثر من هالشوب يعني في خطورة على حياتنا. في عنا ناس بتعاني من المرضى، في ناس بتعاني من أمراض مزمنة، في عنا معاقين، في عنا أطفال صغار، في عنا مسنين كبار، يعني وضع المخيمات صعب، في عنا حصار ما بيوصلنا أدوية، ما بيوصلنا جراد غاز. من ناحية صحية يعني في عنا كتير صعوبات، في معاناة الشعب، في غلاء الأسعار. منحب إنه يعني حدا يلتزم بهالشي. ام کشوری عفرینه نه، ام لبه چادر نار نشتنه پنج سال کت سال ششه، یعنی سال وقت سال هه سال منه دی دبن وی چادر نادا وی آزل نادا، ام نورین کربی تیوه خن، ام ترسن آر به چادری که وی قصی چادر قزمیش تبه ساعت که کاره به بارد دن لستیک ده حاله آرتا، فا چه یعنی امجی نه انسانن سک ملاتی لباجار آرنشتی ده بنیای دا ده طاقه دا ده بن چی من تو ده مثلا یعنی هول ورنشتنه ده بین گرمه مثلا حرارت گشتی پنجی گشتی شستی لی ای ده بین چادر ده بین عازل ده عجب چوتی که ما عجب ام نین سانن قچ کد من نخوش ده بین رو برو مستشفه گره که فی قچ کنونه نوکا یک لعرده درش کریه عمری خواب پنج سالی کهتی سال ششه ارتا امکانی میجی تنه از وی قسکه معالجه کم جخورنه نپاکه بین چادره سر سر د سر به شیف نارا داره نه براده نه کره به شیف ده گمرن ماست هم تینن ترش هم نکن بخون هم که یعنی حسیر حسیر دمج وستانی میکری حسیری عجار مره خستی ایچه چادره دو والای هر قط نزانی سوره بالا خودم حسیری تبه تا ده سالان رخستی قصی دنه گرم جو گرم ودعی ما پر پیس نوه چادر ندو دور چرمه ما گرتیه هم دخوزن یعنی دنیا عالم مدبینه هم هوا نتعیشت، هوا نتحاله، چاره سری، جمع رو گره که،
ام تخزن چاره سریک یعنی فورا جمعه را چاره سریک دینن گنه و ملتا دمره دحاله داره